وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشارت الدكتورة رفاه خليفة حداد أستاذ مساعد بقسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين، أشارت إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران يعد بوابة استثمار وطنية وأقليمية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الصفقات الموقعة أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. معارض الطيران العالمية إن كانت دولية أو وطنية تعتبر أحداث مهمة في أي دولة في العالم. بشكل عام المعرض له أبعاد ثلاثية بترتكز عليها معظم الدول. البعد الأول هو البعد الاقتصادي، في البعد السياحي، في البعد الترفيهي، والثلاث أبعاد تصب في البعد الأول وهو البعد الاقتصادي. يعتبر المعرض بوابة استثمار وطنية وبوابة استثمار إقليمية. بلغ عدد الزوار في السنوات الماضية تقريبا 30 إلى 40 ألف، ويتوقع السنة أنه يزيد على 50 ألف مشارك، بالإضافة إلى العارضين يتوقع أنه يفوق رقمهم 200 وفد مشارك. هلأ أهمية الموضوع بتنبع من الصفقات اللي راح يتم توقيعها خلال هذا المعرض. في المعرض السابق كانت 5.1 مليار دولار، وهذا ما قبل كورونا. خلال فترة كورونا صار عندنا شيء يسمى بالطلب الكامن، وهو الطلب الذي فيه ثبات عميق بينتظر حدث معين حتى يتضاعف أو حتى يصير ثلاث أضعاف الشيء المتوقع. فالسنة متوقع أنه يقفز قيمة الصفقات الموقعة إلى ما فوق 10 مليار دولار، وهذا رح يجذب مستثمرين أكثر لمملكة البحرين ولقطاع الإقليم الخليجي العربي بشكل عام.